الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مرحبا بكم أيها الأحباء من جديد مع لقاء في عظة أخرى وتأمل آخر في سفر نشيد الأناشيد لسليمان الحكيم. دعونا نرفع قلوبنا بالصلاة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الحب الإلهي، يا من ذابت قلوب عارفيك في محبتك، نسألك أن تلمس قلوبنا في هذا اليوم وهذه اللحظة حتى تشبعنا بهذا الحب وتمتعنا به، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين. إلى سفر نشيد الأناشيد أيها الأحباء، والعدد الثاني من الإصحاح الأول، لأننا أخذنا الآية الأولى المرة السابقة. الآن إلى الآية الثانية التي تقول: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. طبعا يخيل إلي أن المعترضين الآن سيقولون: ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ فهل عبارة تشهد بالكلام الفاضح ليقبلني؟ في كلام فاضح أكثر من كده، لكن مساكين طبعا، لأنه من فضلة القلب يتكلم الإنسان، فأفكار قلوبهم شريرة. ليه؟ أصل القبلة بالنسبة لهم تنحصر في الجنس والشهوة الجسدية، ولكن الكتاب المقدس يكشف لنا عن أنواع عديدة من القبلات، منها قبلات العدو والغاشة. في سفر الأمثال يقول: غاشة هي قبلات العدو. طبعا ونوع تاني من القبلات قبلة الغدر. في الكتاب المقدس بيحكي لنا عن قائد جيش اسمه يؤاب كان مع داود، وكان في قائد جيش تاني اسمه عماسة كان مع أبشالوم ابنه. فلما مات أبشالوم ابتدى ينضم عماسة إلى جيش داود، فراح يؤاب يقابله. فيؤاب لما قابله خده من الأحضان ومسك دانه بإيده ومن تحت لتحت طلع سيف وجد دغزه في بطن عماسة، سقط ميت. في قبلات غدر كتير، مش كده ولا ايه؟ في وفي قبلة الخيانة. يهوذا الإسخريوطي راح للمسيح يقبله، لكن كان مدينهم علامة ان اللي يقبله هو امسكوه. دي قبلات غير قبلات الشهوة. وطبعا في قبلات الشهوة وهي معروفة في سفر الأمثال عن المرأة الأجنبية وقبلاتها، ولكن هناك أيضا قبلات مقدسة. مش كل القبلات قبلات غدر وخيانة ولا شهوة، لكن هناك قبلات مقدسة. وعن هذه القبلات المقدسة تدور تأملتنا في هذه الحلقة بنعمة الله. زي ايه؟ اولا قبلة المصالحة، ثانيا قبلة المسامحة، ثالثا القبلة المانحة. فتعالوا بنا لنرى هذه القبلات المقدسة. اولا قبلة المصالحة. الكتاب المقدس بيورينا أخين هما عيسو ويعقوب، ولاد أبينا إسحاق. كان حصل مشاكل بينهم وبين بعض. معروف أن عيسو كان له البركة والبكورية. عيسو استهان بالبكورية، ولما جه ياخد البركة رفض. ومين اللي أخذها؟ يعقوب. فعيسو
أراد أن يقتل يعقوب. فيعقوب هرب عند خاله لابان، وفاتت السنين واغتنى يعقوب وراجع بالخير كله، فأرسل إلى أخيه عيسو في المقدمة رعاه وياهم مواشي، وقال لهم روحوا ادوا دية لعيسو هدية. فعيسو شاف الحاجات دية، مين دي؟ قالوا دي من يعقوب أخوك. قال يا سلام عن كل الخير ده، قال له اه وجاي هيقابلك دلوقتي. وبعدين عيسو طبعا لان الهدية بتلين القلوب، فعيسو شاف يعقوب جاي من بعيد، فطلع يجري على يعقوب اللي كان عدوه، لكن ربنا اداه نعمة في عينيه. يقول الكتاب كده ووقع على عنقه وقبله، قبله قبله، حصل مصالحة. وكمان الكتاب بيحكي لنا عن داود وأبشالوم ابنه، كان ليه ابن اسمه أبشالوم. أبشالوم ده ارتكب جريمة ضد أخ من أخواته، وداود النبي زعل، وأبشالوم هرب، وابتدت تبقى ضمير وقلب داود النبي تعبان من جهة أبشالوم. ادخلوا ولاد الحلال وعملوا زي مصالحة بين الاثنين، وجابوا أبشالوم لأبيه داود. يقول الكتاب كده فقبل الملك أبشالوم، قبله، حصل مصالحة. دي كلها أمثلة رائعة للمصالحات، ولكن تبقى أعظم مصالحة في التاريخ هي التي قال عنها الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 5 وعدد 19، لأن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. مصالح. زمان قديم أيوب الصابر لما ثقلت عليه يد الرب وبقى تحت التجارب والآلام، يفقد ولاده، يفقد بناته، يفقد ممتلكاته، يفقد صحته، فقال له رب أنا في عداوة وياك ولا إيه يا رب؟ لا يا رب من فضلك أنا ما أقدرش على كده، ما فيش مصالح بيننا يضع يديه على كلينا يصالحنا. ما لما يجوا اتنين يصالحوا، واحد يصالح اتنين، يجي ماسكهم تحت باطه كده ولممهم مع بعض، قبلوا قبلوا وتتم مصالحة. لكن مين اللي هيعمل مصالحة بين الله وبين الإنسان؟ صعب، مش ممكن. ولكن نشكر الله إنها تمت في المسيح يسوع. المسيح يسوع الإنسان اللي بيشبهنا، فسهل إنه يحط إيده معانا. وكذلك أيضا فيه اللاهوت اللي سهل قوي إنه يوحد بيننا وبين اللاهوت ويعمل مصالحة مع الآب القدوس. ده المصالحة العظمى، مصالحة الآب مع البشر في شخص المسيح المصلوب، صنع صلحا بجسده. أنا فاكر قصة عن أم كان لها ولد وحيد، والولد ده حصل إنه غلط في حق أبوه، فأبوه قال الولد ده ما يقعدش في البيت ومش. الأم تعبانة عايزة تشوف ابنها، اعتلت صحتها، لازمة الفراش، اقتربت من لحظة الموت. طلبت من جوزها طلب واحد، قالت له قبل ما اموت عايزة اشوف ابني. فالاب تحت هذا الضغط النفسي ومراته بتموت قدامه وهو بيحبها فعلا، فبعد جاب ابنه. الست نايمة على السرير والاب واقف من هنا والابن واقف من الناحية التانية. بعدين الأم مش قادرة تتكلم مسكينة، لكن جمعت أشلاء صحتها ومسكت إيد الابن وإيد الأب وعلى صدرها وحطت الإيدين في بعض وأسلمت الروح. فتعانق الأب مع ابنه وصارت المصالحة. ده اللي عمله المسيح
أسلم الروح بعد أن قال قد أكمل وتمت المصالحة. عزيزي، هل أغضبت الله في حياتك؟ هل أنت في عداوة مع الله؟ اليوم إن أردت أن تتصالح مع الله فهو يمد لك يد المصالحة. قل له يا رب أنا أغضبتك كتير، أنا جاي عشان أتصالح وياك يا رب النهاردة من خلال شخص المسيح، اقبلني الذي بذل ذاته فداء عني وكفر عن خطاياي، لذا أنا آتي من خلال المسيح الفادي والمخلص الذي صالحني معك لتقبلني من جديد. اقبل هذا والرب يكون معك. أمين. نأتي أحيائي إلى قبلة المسامحة. قريبة المصالحة والمسامحة، ما هو مش ممكن حتتم المصالحة إلا لما يبقى فيه مسامحة. الكتاب المقدس بيقدم لنا قصة الابن الضال. الابن الضال، أب كان عنده ولدين، الولد الصغير قال لأبوه اسمع أبا، قال له أنا دلوقتي كبرت وبقيت حر نفسي، والحقيقة أنا عايز أعيش على مزاجي بقى وراحتي. قال له يا ابني ليه، حد مزعلك؟ قال له لا، أنا عايز أعيش بحريتي، أنا عايز ما يخصني من الميراث. قال له عايز تورثني يا ابني أنا حي؟ قال له سيبك من المشاهد دي، الكلام ده أنا ما فهمش كلام ده، أنا عايز من الميراث بتاعي. الأب محب جدا وبسيط للغاية، قال له خد يا ابني حقك في الميراث. معلش، والواد خد الفلوس ومشي وبذر أمواله في عيش مسرف، راح بلاد بعيدة وعاش على حل شعره لحد ما خلصت الفلوس. احتاج، راح اشتغل راعي خنازير، والخنازير كانت مكروهة زي ما احنا عارفين عند اليهود، والمثل ده قاله عن شعب اليهود. فراح اشتغل راعي خنازير، وبعدين كان يطلع يهز الشجر بتاع الخرنوب عشان ينزل اكل الخنازير وهو ياكل منه، عمل ما ينزل من فوق، لان الثمرة بتبقى موجودة في الشراشيب الفوقانية اللي ما يقدرش يطلع لها. فعبل ما ينزل عشان يأكل يلاقي الخنازير مسحت الكل. فابتدأ يحتاج وفق لنفسه، قال كم من أجير في بيت أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا. خد القرار، الآن أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك. يا سلام، طبعا قرار حاسم وحازم. وقام الواد الكتاب المقدس يقول أنه قبل ما يجي بيت أبوه، الأب واقف فوق وعمال يبص ومستني ابنه يجي طول الوقت اللي غابه الولد، وقلب أبوه متعلق بالسكة اللي مشى منها. وكانت فرحة أبوه لا تقدر لما شاف الولد جاي من بعيد، ما خلاش يستنى لحد ما يجي البيت، من شدة الفرح والحب طلع يجري الأب العجوز، طبعا كان أعجز مني، وراح إلى أن وصل إلى هذا الابن الضال ووقع على عنقه وقبله. الولد جه يقول له أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، ما خلاهش يكمل ويقول له اجعلني كأحد أجرائك. قال له لا، ده أنت ابني، اخرجوا له الحلة الأولى والخاتم وحذاء في رجليه. وفرح وعمل وليمة كبيرة لعودته. عشان كده الرب بيقول في أشعياء، هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير بيضاء كالصوف. ويقول محوتك غيمة ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. ربنا بيقول لك كده، بيقول لك أنا هو الماحي ذنوبك من أجل اسمي، وخطاياك لا أذكرها فيما بعد، تطرح في بحر النسيان ولا تذكر. يا سلام، عارفين داود النبي؟ داود النبي أخطأ خطية كبيرة قوي 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 قوي،
لا تليق بملك، لا ملك ممكن، لكن المفروض لا تليق بنبي بتاع ربنا وقلبه مثل قلب الله. عندما أخطأ مع امرأة قائد من قوات جيشه أوريا الحسي، فجاله نبي اسمه ناثان وقال له يا جلالة الملك، قال له نعم يا ابني، ماذا تريد أيها النبي؟ قال له كان فيه راجل جاله ضيف، الراجل ده كان عنده 100 من النعاج، فبدل ما يقوم يذبح نعجة للضيف ويوكله، لكن نظر إلى جاره فوجد عنده نعجة وحيدة، فأرسل وأخذ هذه النعجة وذبحها للضيف. فداود النبي قال له إيه؟ قال له حصل كده؟ قال له عندي في المملكة؟ قال له آه عندي في المملكة. قال له يا سلام، إزاي يحصل الكلام ده؟ حي هو اسم الرب، لا بد أن يموت هذا الرجل، وبقوة الروح القدس أشار ناثان النبي إلى داود وقال له أنت هو الرجل. يا خبر أبيض، أنت هو الرجل. فاق داود، ما ساعات الناس بتحتاج إلى شورت شارب شوك عشان خاطر تفوق. ففاق داود النبي وتاب، ولما تاب الرب قال له ناثان، قال له ناثان، قال له الرب نقل عنك خطيتك لن تموت. الرب مستعد أن ينقل عنك خطيتك. أنا أحكي لك قصة صغيرة عشان تطمن. كان في مرة ولد وبنت رايحين يقضوا الأجازة الصيفية عند ستهم، وبعدين الولد سته جابت له بندقية صيد، فجاه يصطاد فضربت البندقية في وزة ماتت. أخته خدتها زل عليه، كل شوية تقول له اغسل مواعين أحسن أقول لتيتا، يقوم الولد نظف البيت أحسن أقول لتيتا ينظف البيت زلاه. ففي مرة من المرات الولد زهق تعب، قال لها كلميها قولي لها، فوقعد يعيط. فتيتا جات له قالت له مالك يا بابا؟ قال لها الحكاية. قالت له يا سلام، طب ما جيتليش من بدري ليه يا بابا؟ أنا شايفة كل حاجة، أنا كنت في الدور الثاني ببص من الشباك وأنت ضربت الوزة ودفنتها في الأرض، أنا شايفة كل حاجة، وأنا مسامحاك يا ابني من ساعتها، أنت تعب نفسك ومزول ده كده ليه؟ يا سلام، مسامحاه، الله ينظر إلينا ويرى خطايانا، وإحنا قاعدين مذلولين للشيطان وللمخاوس وللناس، لكن الله يقول أنا سامحتك. هل ارتكبت اثما امام الله وتخشى منه وبتهرب من قدامه؟ الى اين تذهب من روحه والى اين تهرب من وجهه؟ تعال للرب دلوقتي احسن، وقول له يا رب انا اخطات الى السماء وقدامك، سامحني، هيسامحك على طول ويغفر خطاياك، يسامحك. بهذا ايها الاحباء نفهم ايضا قبلة المسامحه، قبلة المصالحه، قبلة المسامحه، ثم القبلة المانحة. ايه القبلة المانحة دي كمان؟ عمرك ما سمعت عنها؟ لا انا اقولها لك. سمعت؟ ما سمعتش عن الاسعافات الاولية اللي بيعملوها؟ ما سمعتش عن قبلة الحياة؟ بيحط الواحد بق على بق الانسان ويوصل هوا الى رئتيه فيبتدي يحيا، دخل له اكسجين يبتدي يحيا ويفوق. انتبه، الكلام ده بنصه حصل مع إليشع النبي لما كان عند واحدة ست في شونم، فاسمها الشونمية، المرأة الشونمية، والست عملت له أوضة فوق، وهو لما شاف الحكاية دي قال لها طيب أنت تحتاج لأي خدمة؟ قالت له لا متشكرة، قال لها بس أنا شايف ما عندكيش ولاد، أنا أصلي عشان ربنا يديك ولد. فدها ولد، وفي يوم وساب البلد ومشي، وفي يوم الولد ده مرض ومات، فالست حطته في الاوضه بتاعت اليشع وراحت جري للبلد اللي فيها اليشع، فشافها قالها ايه جايه ليه؟ هو في حاجه؟ اسلام لك؟ قالت له سلام. اسلام لزوجك؟ قالت له سلام. اسلام للولد؟ قالت له سلام. قال ده الولد ميت. قالت له سلام بالايمان. وبعدين حكت له الحكايه، فخد بعضه وراح وياها. وصل الى البيت وقام وعمل
قبلة الحياة لابنها ابن الشونامية. مش قبلة حياة، ده مات وشبع موت، لكن كان بيصلي ويأتي ليعطيه نسمة حياة من الرب، وقد استجاب الرب وقام الولد، وضع فمه على فمه كما يقول الكتاب المقدس في ملوك تاني صح 4. قبلة حياة. العروس بتقول للعريس، أي عروس النشيد بتكلم المسيح وتقول له قبلني بقبلات فمك، أعطني قبلة المصالحة وقبلة المسامحة والقبلة المانحة للحياة، أعطيني حياة جديدة، أعطيني نعمة جديدة، أعطيني قلب جديد، أعطيني حياة أبدية. لأن يقول كده أما هبة الله فهي حياة أبدية، أتيت ليكون لكم حياة ويكون لكم أفضل. المسيح جه عشان يعطيك حياة ويعطيك حياة أفضل، حياة أبدية. هل تقبل؟ هل تريد أن تنال قبلة الحياة الآن؟ أنت حاسس أنك أنت ميت بالخطية؟ كنا أموات بالذنوب والخطايا، ميت في الشر، ضميرك ميت وقلبك ميت وحياتك في موات. لك اسم أنك حي وأنت ميت، ميت بالروح. هل تريد أن تنال حياة روحية؟ مش كفاية السنين اللي قضيناها ورا الشر ورا الخطية ورا العالم، مش كفاية السنين التي قضيت في الخمار وفي الشهوات وفي ارتياد الملاهي وفي عمل الشر في عيني الرب، مش كفاية؟ دي حالة موات، حالة موات. كم نحن نحتاج إلى قبلة، القبلة المانحة. قل له يا رب أنا ميت بالخطية، أحييني. قل له أحييني يا رب، أنا محتاج أن أنا أحيا النهاردة يا رب. أنا حاسس كده أن ضميري ميت، حاسس أن قلبي ميت، حاسس أن أنا عايش مع الأموات، حاسس أن أنا عايش مع كورة الخنازير، لكن أنا عايز أعيش النهاردة. أحبائي المستمعين، أبنائي وبناتي الذين أعتز بهم وأحبهم وأريد أن ينالوا فعلا بركة الرب ونعمته، اتكلمنا دلوقتي عن قبلات تطلبها العروس، بتقوله ليقبلني بقبلات فمه، ليست قبلات شهوة ولا نجاسة ولا دنس، لا، ولا قبلات شريرة ماكرة وخيانة وخبث واغتيال، لا. تكلمنا عن قبلة المصالحة تطلبها العروس، تكلمنا عن قبلة المسامحة تطلب من الرب أن يسامحها بكل الماضي عندما يحتضنها ويغفر خطاياها، أي أنا وأنت نفسي ونفسك، هذه الطلبة. ثم طلبت القبلة المانحة، امنحني الحياة، امنحني أن أعيش أمامك في بر وقداسة وطهارة. هل تشعر أنك تحتاج إلى هذه القبلات المقدسة؟ اسأل نفسك، هل تريد أن تتصالح مع المسيح؟ الله يمد لك يد الحب للمصالحة، فهل تقبلها؟ ولا عايش طول عمرك رافض لنعمة ربنا، رافض لإيد ربنا، رافض مبادرات الله؟ الرب جاي لك لحدك عشان يقبلك قبلة المصالحة والمسامحة والقبلة المانحة. يقول أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أنا مستعد أن أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. أنت بتقفل الباب في وجه يسوع ليه؟ أنت مش عايز يسوع ليه؟ أنت رافض يسوع ليه؟ ليه؟ رافض ليه؟ المسيح مستعد أن يسامحك، فهل تطلب غفرانه؟ تطلب السماح؟ تأتي إليه تائبا ندمان
على الحياة الماضية كلها التي قضيت في الشر والخطية، ندمان على كل ما فعلت. هو ذا يد الرب الآن ممدودة، ممدودة ليك بالنعم، ممدودة ليك بالبركات ليهبها لك. فهل تطلب منه بثقة انه لازم حيعطيك بحسب وعده؟ هو وعد كده، والله لا يمكن ابدا ان يغير وعده، لابد ان يفي بمواعيده، مواعيد الله صادقة. فهل تثق في صدق وعد الله، وتثق في امانة الله، وتثق في محبة الله، وتثق انه سوف يستجيب لك؟ اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. الرب طيب، الرب يحب أن يعطي فوق ما نسأل أو نطلب. افتح قلبك ليه. لو ربنا لمس قلبك خلال هذه الكلمات، لو لمس قلبك بأي كلمة من الكلمات، لو حبيت تعيش مع الله والرب يخدك في أحضانه، قل له يا رب، قل له يا رب، يا رب أنا بفتح قلبي ليك، أشكرك يا سيدي على محبتك الفياضة، أشكرك على استعدادك أن تسامحني وتصالحني، والحياة تمنحني. اقبل يا رب توبتي، اغفر يا رب خطيتي، ادخل يا رب حياتي، أملك على قلبي وكياني بالكامل، خليني ابنك. وأنا بشكرك لأن وعدك بيقول إنك أنت صادق وأمين، ولا بد أن تعطي ما نسأل أو نطلب. أشكرك لأنك قبلتني، أشكرك لأنك سامحتني، أشكرك لأنك صالحتني، أشكرك لأنك أعطيتني روح جديدة وحياة جديدة لأحيا معك بقية أيام عمري. لو تثق وتصلي من قلبك، الله سيعطيك، وحتحس انت بعمل الله العظيم في حياتك. امنيتي وطلبتي وصلاتي ان يباركك ويباركك الرب، وتكون دي فرصة خلاص وبداية حياة جديدة مع المسيح. اوعى تضيعها، فرصة اوعى تضيع منك. والرب معك ويبارك حياتكم. الى اللقاء.